عندما يهمل الداو العظيم تظهر تعاليم الاستقامة وأفعال الخير. عندما يقدر المفكرون يظهر النفاق والادعاء الفارغ. عندما تفقد الأسرة تماسكها تدعو الحاجة إلى الأولاد البارين. عندما تعم الفوضى في المملكة تدعو الحاجة إلى الوزراء المخلصين. أكيد الداو موجود دائماً وبكل مكان ولا يمكن أن يتلاشى أو يختفي. ممكن أن يهمل ولكن مش بالكون، يهمل في أفكارنا. وعندما يتلاشى هذا المفهوم في أفكارنا لن يعد بالإمكان التوافق مع الداو بطريقة طبيعية. عندما يضيع الداو سيتم إهمال الأخلاق الفطرية الطبيعية في المجتمع. إذن إحنا بحاجة إلى العودة إلى المفاهيم زي الإحسان، الرحمة والعدالة لتوجيه أفعالنا وسلوكياتنا. بعض المفكرين عندما يتم تقديرهم وإعطائهم أهمية كبيرة بيستخدموا ذكائهم للعب الحيل ويصبحوا ماكرين ومزيفين، ومن هنا يتطور النفاق الكبير في المجتمع. بالنسبة للعائلة، عندما تكون العلاقات الأسرية في حالة انسجام، الأسرة بتتمتع برابط قوي ما بيتطلب حتى أي جهد للحفاظ عليه، ولما تتدهور تصل إلى حالة من التنافر. فيجب أن نعمل على تعليم الأبناء الاحترام والطاعة والمودة للحفاظ على تماسك الأسرة. إذن كل ما سبق مش طريق الداو، الداو نفسه بسيط ونقي، لا يجب التظاهر أو التزييف، كل شيء يجب أن يكون صادق وبدون كذب. هلأ لما تتجه البلد إلى الفوضى يصبح من الضروري التمييز بين الوزراء المخلصين وغير المخلصين، وكلما ابتعدنا عن انسجام الداو أصبح من الضروري التمييز بين الجيد والسيء، مع إنهما التنين خرجا من نفس الداو. فكر فيما يحدث لما تسيطر الكراهية على أفكارك. عداءك لعدوك بيكون شديد لدرجة إنه من المستحيل رؤية أي أرضية مشتركة بينكم. هذا الإحساس القاسي بالفصل هو علامة على أنك أصبحت بعيد جدا عن داو الإيجابية والرقي. إذا اقتربت من الداو فستبدأ الكراهية في فقدان قبضتها، وتدريجياً ستكتسب القدرة على رؤية الأشياء من منظور الشخص الآخر. حتى إذا كنت لا تستطيع الموافقة على هذا المنظور، على الأقل تبدأ في رؤية سبب الصراع، وهذه بحد ذاتها بداية الفهم. هلأ لما تفكر في الداو في أجسادنا هو عقلنا الباطن. إذا كنا قادرين على اتباع غريزة اللاوعي الطبيعي والتوافق مع الطريقة الطبيعية، بهذا يكون التشي متناغم. إذا استخدمنا عقلنا الواعي لإدارة حياتنا فرح نغرق في الوحل العاطفي للمجد والرغبات والجشع والأنانية. كمان كل هاي الأشياء اللي انحكت يمكن أيضا تفسيرها وفهمها جسديا لما تمارس التشي كونغ أو التاي تشي. لما بنحكي عن العائلة مثلا، في النص الأصلي ما بيذكر كلمة عائلة، يذكر الأقارب الستة، وهي الأب، الإبن، الأخ الأكبر، الأخ الأصغر، الزوج والزوجة. هلأ في الجسد هذه العائلة أو الأقارب هي القلب، الرئتين، التامور أو الكيس اللي بيحيط بالقلب ليعطيه مجال يتحرك بحرية دون التعرض لأذى الاحتكاك، الكبد، الكلى، الطحال. هاي العائلة إذا لم تكن متناغمة ولم تعد إلى مستوياتها الطاقية الأصلية المتوازنة، كل البيت راح يكون في صراع وراح يعاني من أمراض مختلفة على الصعيد الجسدي والنفسي. وأيضاً لما نتجاهل مشاعرنا اللي جاي من عقلنا الباطن، فأذهاننا راح تكون محاصرة في التفكير العاطفي، وراح نضطر نلبس القناع ونبدأ في مقارنة أنفسنا مع الآخرين، ونبلش ننسى الحقيقة وننسى الداو. إذا كنا قادرين على أن نكون صادقين واتبعنا شعورنا اللاواعي، الدورة الدموية للشي رح تكون متناغمة، ولن يكون وجود الطبيب ضروري في حياتك. من يتبع الداو رح ينعم بصحة جيدة ولن يعرف ما هو المرض. سلام.